أصدقائي الأطفال، مساء الخير. لكل طفل الحق في أن يعيش حياة حرة كريمة، وخاصة الأطفال الذين هم بحاجة إلى عناية خاصة. نحن اليوم في برنامج حصة في الهواء ذهبنا لزيارة مدرسة خاصة، وهي مركز جمعية الشابات المسلمات للأطفال المعاقين عقلياً. يسعدنا أن يستضيفنا اليوم السيدة غصون القارح مديرة المركز لتأخذنا في جولة أنا والأطفال في هذا أو في أنحاء المركز. شكراً سيدة غصون على استضافتك إلنا ولمجموعة الأطفال اللي معانا حتى نتعرف على ماذا يقدم المركز من خدمات. فلو سمحت في البداية نعطي فكرة عن المركز. أول إشي بحب أرحب في ضيوفنا الأعزاء اليوم، وبرحب في أي ضيوف تانيين جايين من أي مدرسة أو أي مركز أو أي نادي موجود في عمان أو خارج عمان. مركزنا مثل ما ست زاهية قالت مركز برعى الأطفال المعوقين عقلياً من ذوي الإعاقات البسيطة والإعاقات المتوسطة. أعمار الطلاب الموجودة تتراوح بين 3 سنين ل 16 17 سنة، موزعين على 3 أقسام رئيسية، هي قسم الروضة للأعمار الصغيرة من 3 إلى 8 سنين، وقسم المدرسة من 8 سنين ل 16 سنة، وقسم التأهيل المهني من 16 سنة وما فوق. رح نبدأ جولتنا اليوم بقسم الروضة وبنتدرج بعدين لقسم المدرسة وقسم التأهيل المهني. قبل ما نبدأ الجولة سيدة غصون، ممكن الأطفال عندهم بعض الأسئلة اللي بحبوا يوجهوها إليك عن المركز أو عن الطفل المعاق بالذات. مين بحب يسأل؟ يسار تفضل. مين أنشأ المركز؟ سؤال جيد. مين أنشأ المركز؟ أنشأ المركز جمعية الشابات المسلمات، وهي جمعية تطوعية محلية. مين بحب يسأل؟ محمد. إيش أوقات ساعاتهم يعني في الأطفال للأطفال؟ أوقات الدوام. الطلاب بيوصلوا للمركز الساعة 8 الصبح، برن الجرس، بتبدأ الحصص عندنا الساعة 8 للساعة 1 الظهر. مين بحب يسأل؟ كمان الطلاب والطالبات اللي في المدرسة. سؤال كويس. عددهم في عندنا 150 طالب وطالبة، 45 بقسم الروضة، في عندنا حوالي 80 بقسم المدرسة، و30 ل 35 في قسم التأهيل المهني. والله عدد كبير 150. بذكر لما جينا مرة، أول مرة ما افتتح المركز نصور، قديش كان عندكم الخطة وضعت 100 طالب فقط، واضطرينا نزيد العدد بالنتيجة للحاجة الملحة وقوائم الانتظار اللي عم تتزايد كل يوم. ولما بديتوا ما كانوا 100 بس في البداية؟ بلشنا بسبع أطفال عام 74. محمد بدك تسأل. إيش ليش سميتوها جمعية تطوعية إذا لأنها كانت مدرسة؟ يعني ذكرت جمعية. عفوك سيدة غصون، ذكرت إنها تطوعية، عمل تطوعي. فشو أهمية العمل التطوعي للمجتمع كمان؟ مش هيك سؤالك؟ جمعية تطوعية يعني السيدات والسادة اللي بيقوموا على اللي مؤسسين الجمعية ما إلهم رواتب، متطوعين. هم جهود شخصية إنسانية بيقوموا فيها حتى يجمعوا تبرعات ويعطونا إياها للمركز ونصرفها إحنا على تدريب وتعليم الأطفال الموجودين هون. إذن نحن بنقدر نقول إنه قام هذا المركز بهبات وجمع تبرعات ونشاطات من الأعضاء المؤسسين للجمعية. مين عنده كمان سؤال؟ دينا. مين قالكم تعملوا هاي المدرسة؟ مين قالكم تعملوها؟ حلو. في الأردن عادة كل الجمعيات التطوعية تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية، فوزارة التنمية بتدرس احتياجات البلد لخدمات الحكومة ما عم بتقدر توفرها، وبتطلب من الجمعيات التطوعية توفير هاي الخدمات. طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 74، لأنه ما كانت وزارة التنمية بهداك الوقت، من الجمعية إنه تعمل هالمدرسة هاي، لأنه كان في حاجة ماسة لإيجاد مراكز للأطفال المعاقين عقليا. ما كانش في إلا مدرستين بهداك الوقت، مدرسة سويدية ومدرسة الصحة النفسية، والأعداد اللي كانوا يخدموها حوالي 60 طالب فقط. بينما اليوم تقدر تقولي لنا قديش في عدد كبير صار؟ مؤسسة سويدية تهيألي بتخدم حوالي 120 طالب، صحة نفسية عندها أكثر من مركز. بس ما زال عدد الطلاب المنتفعين من جميع المراكز القائمة في الأردن أقل من 1000 حسب إحصائيات صندوق الملك. وحتى حالياً صار في مناطق مختلفة من الأردن في مراكز برضو ترعى المعاقين عقلياً. نعم. مين بحب؟ في برنامج خاص للطلاب.
البرامج طبعاً في برامج خاصة على حسب حالات الطلاب وعلى حسب أعمارهم. برنامج قسم الروضة بيختلف عن برنامج قسم المدرسة، بس بشكل عام قسم الروضة برنامجها مثل أي روضة تانية، بنوفر للولد مجال إنه يلعب وإنه يتعلم الألوان والأشكال، يتعلم كيف يلعب مع أصحابه. الإشي الخاص اللي بنوفره بروضتنا، في بعض الطلاب بحاجة لتدريبات فردية على بعض المهارات، في لهم برنامج لكل ولد على حدة. قسم المدرسة نفس الشيء، بندرس كل المواضيع اللي بتدرسوها يمكن بالمدرسة انتو، مثل الحساب والعربي والعلوم والرياضة، لكن بشكل مبسط اللي بتناسب مع قدرات الطلاب. مين يسار بدك تسألكم سؤال ثاني؟ هل عدد العاملين كافي بالمركز؟ عدد العاملين كافي بالمركز؟ نعم، بجهود الجمعية وفرنا العدد الكافي اللي نقدر نقول إنه النسبة المئوية حوالي لكل 6 طلاب في موظف. كل 6 طلاب في موظف. والله عدد نعم. جيد هذا. كيف رعايتكم للأطفال؟ كيف رعايتكم للأطفال؟ هلأ أقول لك رعايتنا. خلينا نستنى على السؤال. رعايتنا إحنا بنحبهم وبنتفهمهم، هم بحاجة إنه لناس يتفهموهم، وبنعطيهم إشي على قد قدرتهم، مش صعب كتير عليهم ولا بسيط كتير اللي يملوا منه، وهيك بنلعاهم وبنساعدهم إنه يطوروا قدراتهم. متوفر لهم الراحة؟ بتهيأ لي. هلأ رح نشوف جهدنا. كمان هذا من خلال جولتنا بتقدر تأخذ الجواب تمام على سؤالك. بتقدر تسأل أحد الطلاب إذا مبسوط أو لا. طيب شكرا سيدة غصون، خلينا نروح نبدأ جولتنا في قسم الروضة. اوكي تفضلوا. ممتاز. سأقوله طيب هاي الولادة
في قسم المنجرات جولنا والأطفال عرفوا إيش الشباب عم بيشتغلوا هون، والبعضهم قام بنفس العمل واستمتع فيه. ففي بعض الأسئلة بنحب نوجهها لكم. محمد عمار بتحب تسأل سؤال؟ هل هذه الأشياء توصايا يعني؟ سؤال كويس. يعني هون إحنا شايفين مجموعة من الأشغال، طاولات وتبعات وراء وأقلام، هل في ناس بوصوا عليها وبتقوموا أنتوا بتنفيذها؟ بعض الأشياء الموجودة قدامنا كانت أخذناها كطلبيات توصية مثل ما أنت قلت، والبعض الثاني المدرب بيصممها وبيعطيها للطلاب حتى يعملوها مشان يدربهم على مهارة معينة في الماكينة. مثلاً مهارة التخزيء، هاي بطاقة ممكن تنباع لرياض الأطفال، في منها في إلها استعمال كتير جيد. بنفس الوقت تدريب للطالب على استعمال الماكينة الخاصة في التخريم. الطاولات هدول إجت طلبية من مدارس خاصة من برا. عملتوا طاولات كتير عماد؟ نعم كتير. لوين وديتوهم؟ للمدارس تاعون برا. بالمنجرة اشتغلنا هون بالأدينة، عملناهم مناح. شاطر، حلوين كتير كتير حلوين. ممتاز. وائل عندك سؤال؟ نمس، هل الآلات التي يستخدمونها في النجارة خطيرة؟ إذا الآلات خطرة ولا لا؟ فعلا سؤال مهم لأنه ممكن. تفضلي. معلش أعطي حاتم يجاوب على السؤال هذا. حاتم، شو رأيك بما أنك أنت بتشتغل هون وصر له أظن سنتين؟ سنة ثانية هون تدريب. خطرة؟ عشان خطرات خطر الماكينات، أكترش الجروح، يحط إيدي الماكينات بالأصابع، أكترش الخطور كمان يحط إيديه الماكينة شغال ينزل إيده على الماكينة. طب انت لما بتشتغل بتكون بتخاف من الماكينه يعني؟ لا ما خافش الماكينات. ليش؟ بكون الماكينات عشان احنا بكون نصنع الطاولات، بكون نخلص الخشبه بننزل الشفره بسرعه ونطفي تحت الماكينه، نطفي الفوقاني ونخلص الماكينه ونعطيها. يعني بتدير بالك كثير بدير بالنا. صار اي حوادث؟ صار في بعض حوادث عندكم؟ نعم، صار الخشبه علقت تحت الماكينه. علقت، جينا احنا طفيناها، خبطنا على السيرف خلاص بكون طفيه مطفيه، جينا هون ركضنا طفيناها. وما تاثرت يعني؟ ما صار شيء. طيب كويس. بتحب تضيفي شيء على موضوع الخطوره؟ فعلا هو ممكن يتبادر لذهننا انه فعلا شيء خطر انه اطفال او شباب انهم يجوا يشتغلوا في هذا المجال. مع ماكينات متطوره. فشو رايك سيده غصون؟ حقيقة هذا سؤال كنت أنا أسأله باستمرار للمختص اللي إجا أثاث المنجرة. لما كنت أشوف الماكينات والشفرات كونه ما عندي خلفية في الصناعة وفي المنجرة بالذات، كنت أنا عندي تحفظ كتير، بس كان جوابه باستمرار إنه الملعب مكان يمكن يكون أخطر من هون، يمكن يوقع الولد على المرجحة وتنكسر إجره، في احتمال للخطورة في الملعب أكثر من هون، لأنه في نظام وفي تعليمات وفي أدوات حامية، حماية كافية وقائية على كل ماكينة بنشوفها هون. تفضل. هل الآلات قديمة أو جديدة؟ إذا الآلات قديمة أو جديدة؟ الآلات هذه جديدة. أنت شفت منجرة قبل هاي المنجرة قبل ما تيجي لعنا هون؟ وفي شفت مثل هاي الآلات موجودة؟ هاي اللي بتنعم الخشب موجودة بكل منجرة. هي أجي آلات حديثة لكن مش جديدة. مين بدك تسألي السؤال؟ مش عامل النجارة مش عمل صعب أم سهل؟ عمل صعب أم سهل؟ هذا بتوقف إذا عمل النجارة عمل صعب أو سهل. صعب النجارة يا عماد؟ لا سهل. بتحبوها؟ بنحبها. ليش بتعلم عليه؟ طب ممكن نسأل إنه بعد ما يخلصوا من القسم هذا ياخذوا فترة تدريبية، وين ممكن يروحوا الشباب اللي هون؟ هذا كمان سؤال كثير مهم، وسؤال خططنا له حقيقة. الجواب خططنا له من السنة الماضية، وفي بداية السنة هاي الجمعية استأجرت مشغل في مدينة سحاب الصناعية. ممتاز. رح نعمل مصنع محمي أو مشغل محمي، بحب أسميه مصنع لأنه المشغل في ذهن الناس أشياء بسيطة، وإنما رح يكون معتمد على الآلات كلياً، لأنه ثبت إنه المعوقين عقلياً ممكن يتعاملوا مع الآلة ويكون الإنتاج على درجة جيدة جداً أكثر من كتير من استعمال
الأشياء اليدوية. ممتاز. هل ممكن يستفاد من المنجرة اللي هون خلال فترة الصيف في عطلة المدرسة مثلاً؟ في الصيف الماضي كان في عنا ويجوا تدريب. أطفال أو نعم. يعني نعم. حتى يتدربوا أطفال عاديين. عاديين معلوم. احنا بنرحب في اي نادي او اي مدرسه بتحب تتعاون معنا ويبعثوا عدد من الطلاب اللي عندهم ميل للشغل في النجاره او في اي مجال ثاني بندرب عليه زي الاشغال اليدويه، التدبير المنزلي للبنات، التنظيف وفن التنظيف. احنا بنعلم فن تنظيف الزجاج مثلا كمهنه. ممكن انه يصير ترتيب مع الاداره ويجوا ياخذوا دروس مع طلابنا هون. طيب شكرا، خلينا نشوف محل ثاني. وشكرا لعماد وحاتم ورعد اللي استضافونا عندهم بالمنجرة وقضينا وقت حلو. احنا كثير شاكرين لكم وللمركز على جهودكم اللي بتقدموها للاطفال المعوقين عقليا. والحقيقه من خلال زيارتنا بهالجوله استفدنا كثير، وبتهيألي انه الاطفال اللي معي كثير كثير استفادوا. فممكن نحن نتوقف هون حتى نشوف انطباعات الاولاد شوي. اكيد. شو استفادوا من هالجوله هاي؟ استفدنا من الالعاب. ممكن نيجي هيك من الالعاب. من ايش كمان؟ ومن المعاقين، يعني شفتوهم كيف بيتعلموا وبياخذوا والنجارة والفن. مين كمان بحب يعطي فكره؟ ايش ديالة عجبك هون؟ عجبني الاشغال اليدويه وعجبني الفن والمنجره. شفتيهم كيف بيشتغلوا؟ كمان عجبتك. تفضلي سيرو. في عنده سؤال. ايش سؤالك؟ سؤالي برات الرسميه، هل تاخذون اطفال في رحلات؟ سؤال كويس. سؤال كثير منيح. مثل ما انا سبق قلت في بدايه الحلقه انه البرنامج مثل برنامج المدرسه العاديه، بس الزيارات الميدانيه والرحلات المدرسيه حتى بنعملها بشكل كثير مكثف اكثر من برنامج المدارس العاديه، عشان مهم كثير انه يكونوا مبسوطين وبتعلموا من خلال الرحلات هاي. يعني على سبيل المثال هلا رح الفصل هذا يدرسوا عن الخريف وفصل الخريف، فرح ناخذهم لغابه الاطفال يتفرجوا على الشجر وانواع الشجر ويشوفوا على الطبيعه تساقط اوراق الاشجار. هذا بفيدهم انه شيء بيشوفوه بعيونهم بعدين بيرجعوا بيطبقوه، ما بضل شيء نظري مثل ما انتم بتتعلموا في المدرسه. سيرين عندك سؤال مش هيك؟ بدي اسال انه الولد لما بيجي وبيكون بقسم المدرسة ممكن انه يطلع يعني بسرعة، ممكن انه يطلع من هاي المدرسة ويروح على مدرسة عادية وبيطبق فيها منيح؟ سؤال حلو. هو الطلاب اللي بيجوا لقسم المدرسة عندنا هون عادة بيجوا من مدارس عادية بس بيكونوا ما عم بينجحوا بالصفوف، فإحنا ممكن إنه يتحسنوا عنا. وفي منهم عدد كبير عندهم صعوبات تعلمية، يعني مش متخلفين عقلياً، ذكائهم بيكون عادي لو إحنا قدرنا نعطيهم المعلومات بطريقة مبسطة اللي يقدروا هم يفهموها. يعني بيكون الخلل عضوي أو شبه عضوي في طريقة إيصال المعلومات للدماغ.
هدول الطلاب للأسف المدارس العادية مش محضرة لحد هلأ، كيف تتعامل مع هدول الطلاب وكيف تعلمهم؟ والسبب الأهم من هيك إنه مدارس الحكومة خاصة ما عندها الموازنة الكافية حتى تصرف على معلمة مؤهلة مع عدد طلاب كتير قليل. فعشان هيك احنا بنفضل انه ما نبعتهم على مدرسة عادية يتعلموا قراءة وكتابة واشياء اكاديمية، وانما بنفضل نأهلهم مهنيا لمهنة يقدروا يكسبوا منها ويقدروا يعيشوا مستقلين، مش معتمدين على حدا، معتمدين على انفسهم مع مساعدة قليلة من الاهل ومن اصدقائهم اللي هم انتو. محمد كنت بدك تسأل سؤال. مش انا وكنا بالصف كنت احكي مع واحد قال لي اي صف؟ الأعمال هاي المنجرة. قال لي أنا بدي أدخل على المنجرة، أنا مش جاي هون زي ما بتتذكر زي هدول اللي معاقين. قال لي أنا رايح على المنجرة ومن هناك بدي أطلع أروح. مش يعني بتسمحوا له يعني هو يطلع؟ سؤال منيح هذا، ممكن هذا الانطباع أخذته خلال زيارتنا للمنجرة، إيش رأيك ستوصون؟ وأنا عقبت على السؤال اللي سألته سيرين في إنه إذا بعض الطلاب رجعوا للمدرسة العادية، هذا الطالب أحد الطلاب اللي عندهم صعوبات تعلمية اللي أهله حابين يأمنوه في مهنة جيدة ليكسب منها، فقررنا إنه ناخده سنتين أو ثلاث سنين في قسم التأهيل المهنيين على المنجارة، وبعدين بيطلع بيلاقوا له شغل على النجار برا وبيشتغل وبعيش طبعاً. صداع، مين أحسن شفت هون ولا مدرستك؟ هون. ليش؟ منظرها والأطفال اللي فيها كل إشي فيها حلو. عجبك يعني؟ هو وطريقة الدراسة؟ سهلة. عجبته طريقة الدراسة لأنه فيها أشياء يدوية وعملية كتير. طب برأيك بالصيف ممكن تيجوا هون أنتوا مجموعة من الأطفال لقسم المنجرة مثلا تتعلموا فنون ومهارات يدوية؟ إن شاء الله. إن شاء الله؟ إن شاء الله. سيدة غصون، نحن بنشكرك كثير على استضافتكم إلنا ولمجموعة الأطفال، وبنتأمل إنه كل الأطفال اللي معانا واللي شافوا هذه الحلقة يكونوا قدروا يتفهموا ويعرفوا عن الأطفال المعاقين. وإذا بتحبي أي كلمة في نهاية البرنامج سيدة غصون فممكن نستمع إلها. معلش اسمع سيدة غصون شو بتقول. شغلة واحدة بس بحب أوضحها، إنه الطفل المعاق عقليا في عنده مشكلتين، المشكلة الأولى هي إعاقته، المشكلة الثانية هي مجتمعه، الطلاب اللي حواليه ما بتفهموه. يعني في ولاد عندهم صعوبة شوي حركية بيكونوا في المدارس العادية قبل ما يجوا لهون، بعض الطلاب زملائهم بصفوف بحط له إجرة خصوصي مشان يوقعه وبصيروا يعملوا عصابات عليهم وما بتركوا لهم مجالات أبدا اللي يكونوا مبسوطين مثلهم مثل بقية زملائهم. فأنا اليوم سمعت إنه كتير انبسطتوا في الزيارة، بحب إنه تروحوا وتحكوا لأصحابكم في مدارسكم عن اللي شفتوه اليوم، وأهلا وسهلا فيكم في أي وقت أنتم وزملائكم تيجوا مرة تانية. أنا كتير انبسطت في الزيارة، وباسم الجميع هون جميع الموظفين والطلاب مرة تانية برحب فيكم وبشكركم على هالزيارة. شكرا كتير لك سيدة غصون. إيش أنا بشكر المسات اللي برعوا الأطفال وبشكر الأطفال على نشاطاتهم. برافو، شكرا كثير لك. يعني جهود كل العاملين في هذه المؤسسة والمؤسسات اللي بترعى الأطفال المعاقين جهود كثير خيرة وجهود لازم نشكرها ولازم ندعمها، وشكرا.